www.w-394.com. Dozvolo. Tornado. MC Neo. بالكلام ما ينفع ترى سلاحك حكاية واقعية لما نزف جراحك اشوش تفكيرك ما خلي يطلع صباحك طيحتك المغفل قلي كيف تطلق صراحك وعلوى انتقاده ما يكون من غير ادلة كلامك كله واقع والعدو هو شلة كلامي تسمع غصب عنك تخضع ابو علوى على المايك النجم يلمع ها كلامي اوجهه ينفلق منه الحجر شوفه يدخل بمخك وعلى فكرك انفجر كلامك كله مفبرك معايا نفس صبرك قوتك مو علي على الجمهور الاغبيه اللي انا كسبهم وماخذ الاغلبيه تذكر باللي صار لما دعسوك الربع يمكن تنافق صدرك ومسوي لي فيها الضبع بالنهايه طلعوك حطموك فجروك ما خلوا لك اي مفر الا ومنها الدموع مسحوا بيكم الساحه زي وسطه الاسفنج فيك تحكم غباك مثل قطعه الشطرنج لما نرد ويغنوا ونهدم ربكم عليكم كالاطرش ما راح تسمعوا صرخاتنا بالراب تبيتكم لما نرد ويغنوا ونهدم ربكم عليكم كالاطرش ما راح تسمعوا صرخاتنا بالراب تبيتكم لما نفجر هناك بيدك اسمه بصبه بقلب بيدك كلام انا كله بدل ما طلع ناس حتى لما اسمع عليك خزو ديت بلاوي من بعد ناس تطلع بلاوي اجرحها كان كلامي لكن عمري ما اداوي مشتك على بصن غلط غابت حتى كان عبط ليزك عود راسك اسقل من فينا المخلوق الغلط رفعوا جانا السما لين صارت ليزك بالونا افتح فمك شرب مصو يا شبيه مكبت مادونا شوف ام سنيو في واحد زيو لا تفهم الفلو انك الصح بكل اي شفت القذافي يا نجراني اكثر منه قبل السوبيني ويا جاح بس تبسر عنه بانش لاين قولوا شو بتعرفوا عنه يا كلاب ليش تذبحوا ما تفهموا قواعد الراب فاهمين كلمات بسيطه واحده منها واتساب علمتكم ان الفن لكم سلسله وايس كاب فاك مات الهيب هوب يا بلاد الكحبه وعندوا عن الراب وغنوا بالباب كلماتكم قويه مين قال لنا كلمات تفجر راسك انت غنى بالعمودية لما نرد ويغنوا ونهدم ربكم عليكم كالاطرش ما راح تسمعوا صرخاتنا بالراب تبيتكم لما نرد ويغنوا ونهدم ربكم عليكم كالاطرش ما راح تسمعوا صرخاتنا بالراب تبيتكم لما نرد ويغنوا ونهدم ربكم عليكم كالاطرش ما راح تسمعوا صرخاتنا بالراب تبيتكم لما نرد ويغنوا ونهدم ربكم عليكم كالاطرش ما راح تسمعوا صرخاتنا بالراب تبيتكم لما نرد تسمعوا صرخاتنا بالراب تبيتكم